Bonjour mes amis. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merhaba bikoum fma wakad bak fassil. Aujourd'hui, on va expliquer le cours de Talamid d'Yel Samel Oula et Dali. Bien sûr, on sait que mathématiques maintenant est en français. Tout d'abord, il faut connaître quelques vocabulaires. Hamel Aam Arfin, Anna Riyadiyat ou Latbel Faransia, l'Ihada, Yajibou Al-Nabda'a, Bibabi Al-Mustalaha. إذن المصطلحات اللي كيهمونا في العمليات هما اللي كنتو قريتو الجمع الضرب القسمة والطرح في نهاية المطاف on a quatre opérations ce sont des opérations très faciles mais le but l'هدف هو أننا نعرفو le vocabulaire أو ما يسمى معجم المصطلحات نبتدي إن شاء الله العملية الأولى. La première opération, comme vous voyez ici, on appelle quoi? On appelle l'addition. Il a dit qu'elle se mettra l'addition. Addition. Mais le résultat, netija, qu'elle se mettra la somme. La somme. La somme. Donc, 15 plus 10,5, cette opération on appelle l'addition. L'amélia, qu'elle m'a qu'elle a fait, qu'elle s'est mis au ha. Netige d'yelha, qu'elle s'est mis au la somme. Chaque nouvel qui fera qu'il vous parle l'addition et la somme qu'elle a fait. Non, la somme c'est le résultat. Bien sûr, c'est bien. Maintenant, had la atraf, nous connaissons qu'elle s'est mis au hna, qu'elle s'est mis au hum les termes. Les termes. Termes, termes. Donc, et d'un hna. كما كنقولوا نجمع طرفا طرفا لجمع الاطراف اذا هذا كيتسمى تيرم هذا كيتسمى تيرم سي اون ماتور بلس 20 بلس 21 زائد 20 زائد 21 تيرم 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 دونك اون لا سوم دو بليزيور تيرم لا سوم باغ زوم لاديسيون دو دو تيرم جمع طرفين لاديسيون دو 3 تيرم سي تادير باغ اكزومبل 5 بلس 2 بلس 3 اكسيتيرا سي بيان دونك l'opération ici on l'appelle soustraction. 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 Et donc, la même chose. L'opération appelle soustraction. Et pour 20 et 5, on l'appelle aussi terme. Terme. Quand c'est mieux un terme. باش الاستاذ اللي كيشرح مثلا اللي كيقول لك غتشدوا هذا التيرم نقصوا منه هذا التيرم الى اخره تكون عارف شنو كيقول. اذا النتيجه الريزلتا كنسميها لا ديفيرونس. لا ديفيرونس. لا ديفيرونس. اذا فهمتوا العمليه كتسمى سوستراكسيون والنتيجه كنسميها دي ديفيرونس. سي بيان. مانتونو حنا عارفين هاد العملية شنو كنسميوها شنو كنسميوها؟ كنسميوها ملتيبليكاسيون سي بيان. إذا هاد العملية ديال كتسمى ملتيبليكاسيون ملتيبليكاسيون ولكن الريزلتا ديالها كنسميوها شنو كنسميوها برودوي برودوي حنا بالعربي كنقولوا جداء 10 في 3 تساوي 3 ولكن في الفرنسيه كاينين بزاف لي فوكابيلير ملي كنسمع ملتيبليكاسيون كنهضر على العمليه ديال الضرب ملي كنسمع لو برودوي هي النتيجه لو برودوي هنايا ايغال 30 صافي لي ملتيبليكاسيون ايسي اون دي ملتيبليكاسيون دو 10 فوا 3 فوا موان بلس اذا نقدروا نزيدو هنا بلس بلس موان tout ma foi etc. Bon maintenant nous sommes là l'amélia li katarfoua kouchi ou l'ertatoua flutida et bizet on l'appelle division 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 al-qisma amaliyat al-qisma al-qisma mais résultat est-ce qu'elle se mouha كنسميوها بيان سور الخارج كونسيون الخارج كونسيون كونسيون اذا كنسميوه الخارج مزيان ايوا عقلتو على المقسوم والمقسوم عليه بيان سور هنا كنسميوه ديفيدون المقسوم ديفيدون
bound. On a qu'un signe. Diviseur. Diviseur. On l'appelle diviseur. Et donc, c'est le cran. Tu m'as appris qu'on a 15 plus 10,5 égale 25,5. 20 moins 5 égale 15. 10 fois 3 égale 30. 25 divisé par 2 égale 12,5. Et donc, quand tu m'as appris le vocabulaire, voilà, اكيد انتما في القصه ما غادي تكتبوا علاش كالقواعد وبزاف ديال الهضره الى اخره. اذا نقدروا نقولوا ان بهذا الشكل انني لخصت درت واحد لا ريزومي ديال الكون كله تو سامبلومون في واحد الطابلو. سي بيان بون مثلا مثلا دابا نشوفوا لونترينمون في لوبيراسيون. لاحظوا معايا الى ما شديتوش هاد العمليات مزيان كونوا اكيدين غادي تلقاو مشاكل. ماشي ما تلقاوش غتلقاوها لان هذه هي لا باس. اذا خصكم تفهموا كيفاش نحسبوا باش تلقاو نتيجه احسن. لاحظوا معايا مزيان. لاحظوا اذا غتشوفوا هنا ملي كتشوفوا كلمه كا 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 سيتاتير حاله يعني الحاله الاولى الحاله الثانيه الحاله الثالثه الحاله يعني هنا بردو كاتخيام الحاله الخامسه سانكيام كا سيزيام كا ستيام كا. هاد اس ما كتنطقش كتسمى ليتر بي او ما يسمى بالحرف الصامت. اذا نشوفوا الحاله الاولى. الحاله الاولى الى كانت عندي عمليه فيها بارونتيز اللي هما الاقواس. اذا بارونتيز اذا هادو كتسمى بارونتيز او الاقواس. اذا واش كيفاش غنحسب؟ كنحسب تو دابور اون كالكيل تو دابور سكي انتيريور دو بارونتيز سيتادير غنحسب ما بداخل الاقواس ثم سنحسب خارجها. اذا يعني هنا هاد كان سكيس غنعاود نكتبها ثم الانتيريور 3 فوا 2 3 فوا 3 نضرب في 2 ايكال 3 ايكال 6 دونك 15 بلس 6 ايكال 21 صايي سي سا كومون كالكيلي l'opération fait la halle. J'espère que c'est clair. Là, on va y voir. Claro. Il est deuxième cas. La halle telle qu'on dit une opération. Donc, tu vois, les petits détails, multiplié par 3, maintenant 4 divisé par 2 comme ça. Voilà que nous allons trouver le collège. Inch'Allah, allez tout le monde trouver cette chose. 4 sur 2. Et donc, هذه تقدر تقول لها باي باي صافي سالات في الابتدائي ما بقيناش كنخدموا بها وان شاء الله ملي تبداو الكوليج غادي توليو تشوفوها بهذا الشكل هذا اللي كنا كنسميوه فراكسيون او عدد كسري. دونك باش نقدروا نحسبوا هذه راه هي نيت 35 وهذا الخط هو شنو هو مقسوم بين قوسين 2 فوا 3. اذا راه هذه هي هذه صحيح. اذا في هذه الحاله عندي عندي اذا هنا سيميو ندير هنا 36 باش تجيني العمليه سهله. اذا اولا كنحسبو سكي دون لي بارونتيز نحسبو ما بداخل الاقواس 3 في 2 6 اي ابري 36 ديفيزي بار 6 ايغال 6 36 مقسوم على 6 ايغال 6. اذا حيت 6 في 6 36 اذا بحال الا قلنا 36 شحال فيها ديال 6 واط ولا عندك 36 درهم وبتقسمها على 6 الناس كل واحد شحال غادي تعطي صايب. اذا هادشي باين هنا هادي باينه هادي باينه. ثروازيام كا الحاله الثالثه نفترض عندي عمليه فيها غير لاديسيون اي سوستراكسيون سيتادير عندي بليس و موان صايب ولكن ما كاينينش الاقواس. منين غنبدا واش غنبدا نحسب هادو غنبدا هادو؟ اذا تو سامبلومون كنحسب اغوش دو دروات. اذا باختصار كنبدا من اليسار الى اليمين يعني كنحسب هو الاول 15 ناقص 7 شحال كيساوي؟ كيساوي 8 بلس 3. لاحظوا اذا حسبت هو الاول هادو ثم 8 زائد 3 ايكال ايكال 11. شتو؟ اذا الى عندك هكا باش ما تغلطش كتبدا كتحسب جوج وكتنزل هذا كتحسب جوج وكت الى اخره. اذا هذه هي الطريقه كيفاش كنحسبوا الى عندي غير بليس و موان. لا ميم شوز الى عندي غير الضرب والقسمه مثلا عندي عمليه طويله فيها الضرب والقسمه كنبدا لاغوش دو دوات. اذا باختصار من اليسار الى اليمين 3 فوا 8 ايكال 24 عاوتاني ديفيزي باغ 6. إذا 24 مقسومة على 6
إذن إيجال كتر سكون تكون عارف الحرف ديال جدول الضرب يعني حيت عارف أن 6 × 4 إذن 24 إذن في هذه الحالة لاحظوا حسبت هذه هي الأولى 24 وزدتيها نقصوا على 6 عاوتاني تعدي عملية جديدة وعاوتاني حسبتها إذن هذه إلا كان عندي الضرب والقسم سانكيام كا سانكيام كا سيبوزون عندي مثلا هنايا عندي نفس الضرب ضرب 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 نفس العملية صافي نفس الرمز فوا فوا واش يمكن لي نبدا من اليسار الى اليمين يمكن لي نبدا من اليسار الى اليمين ولكن من الاحسن بحال هنا دابا مثلا حنا قرينا في الابتدائي ان 2 في 3 ايغال 3 فوا 2 بحال بحال اذا من الاحسن انايا 5 فوا 2.6 فوا 2 نقدر نبدلو البلايص ديال هاد 2 تولي ليا 5 فوا 2 فوا 2.6 علاش حيت هادو كيبحال بحال أعداد صحيحة طبيعية ما فيهمش الفاصلة ودابا تولي العملية تجيني سهلة 5 في 2 10 12.6 وحنا قرينا أننا ملي كنضربو في 10 كنزيدو بالفاصلة لقدام كتولي 126 لاحظوا هنا حسبت سو ايتيليزي كالكيلاتريس بلا ما نستعمل الكالكيلاتريس لأنني شونجيت لي كوطي شونجيت لي كوطي طرف طرف إذا في هذه الحالة خصكم تكونوا عارفين هاد القضية هادي متفقين أنه يمكن لي نشونجي لي بوزيسيون ديال لي تيرم كوم كوم جو فو صايب 5 2 2 2.6 اكسيتيرا لا ميم شوز هنا دابا عندي واحد الحالة أخرى عندي عملية فيها بليز وعندي فوا ماشي كبحال هنا بليز و موان وبيان الضرب والقسمة هنا عندي بليز و فوا شنو غادي ندير لا بخيوغيتيغ الأولوية الأولوية شنو الأولوية للضرب إذا في هذه الحالة 4 فوا 2 إيكال 3 إيكال 8 إذا غادي نتب غادي كنسبق هو الأول عملية الضرب إذا الضرب والقسمة كتغلب الجمع والطرح إذا ماشي أنا غادي ندير 5 زائد 4 عاد نضرب في 2 لا غادي ندير 4 فوا 2 إيكال 8 وغادي ندير 5 بليس سيتادير 5 بليس 8 5 بليس 8 إيكال 13 صحيح متفقين إذا هذه هي الطريقة ملي كيكون عندي الضرب ميلونجي افيك لا صوم الى اخره تقول لي استاذ علاش ما درناش هنا علاش حيت لا صوم الطرح ما كيبحال بحال داكشي علاش ديما ميل اليسار الى اليمين والضرب والقسمه بحال قلتي فاميليا وحده ولكن بحال هنا ملي كيتجمعوا دو فامي ديفيرون عائله مختلفه هاد الضرب هاد الجمع اذا هما ماشي خوت اذا هما كنضرب صحيح على الجمع وبالتالي كنبدا به هو الاول حيت الا بديت من هاد الجهه نحصل على عمليه مختلفه 5 زائد 4 9 9 في 2 18 لاحظوا النتيجه تكون مختلفه لاحظوا اذا ملي كيكون عندي عمليه طويله حاولت ندير هنا ميلونج اشنو كندير اولا اولا بعدا نتهلا من الاقواس صايي مثلا غادي ندير 5 فوا اشنو عندي في الاقواس هنا 3 بليس 2 ايغال 5 5 نعاود نكتب العمليه كلها باش ما نغلطش ثم 5 هنا دابا عاوتاني عندي الضرب الجمع الطرح الضرب يمكن لي نسبق هو الاول الضرب حيت لابخيو مثلا الأولوية للضرب 5 في 5 شحال 25 3 في 2 إذا في هذه الحالة غادي ندير 6 و غادي ندير زائد 2 و غنناقص هاد السنة شتو ثم دابا ولات عندي هاد الحالة كتشبه هاد الحالة يعني فيها غير الجمع والطرح كنبدا من اليسار إلى اليمين 25 زائد 2 إيكال 27 موان 6 إذا في الأخر غادي نقولو إيكال 21 إذا هذا هو بخومييغ كور جيسبيغ كو توتي كلير نتمنى أن الأمور تكون واضحة إذا لقيتو مشاكل عاودوا الفيديو المرة الأولى والمرة الثانية غادي نخلي لكم بي دي إف أسفل الفيديو دمتم أوفياء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته